طيب قبل ما اروح للزمالك وهسالك في الزمالك كابتن، يعني كابتن رضا، هل يتحمل مصطفى شوبير ايا من الاهداف النهارده اللي دخلت فيه الاربعه؟ مصطفى شوبير هو السبب في الجونين اللي جم النهارده، في جونين الثاني والثالث صناعه مصطفى شوبير، وانا بقول لك ان دايما ان هو من احسن حراس مرمى في مصر اللي بيلعب برجله. انت قلت كده فعلا. بص الجون الثاني اللي جابه رضا سليم، الغلطه منين؟ هو لعبها طويله ومحمد عبد الغني بيرجعها. يعني هو صاحب الفضل في الهدفين. مش اللي عليه، بس انت بس عشان انا سالتك على الاهداف اللي دخلت في الاهلي الاربعه. لا هو يسال على التالت. وممكن التاني ده ممكن يكون سرعه الكوره وعدم رؤيتها كويس، فممكن يكون ده، انما التالت هو يسال عنه. يعني انا بقول لك من ثلاث تجوان للنادي الاهلي هو صانع التاني والتالت اللي هو قفشه جاب منه الجون. ده بالنسبه للاهلي والاهداف بتاعته. وخلي بالك ان الكره كانت كورنر وتترفع وتطلع اوت، يحط الكره ويلعبها على طول المسافه الكبيره دي وتروح لطاهر محمد طاهر مظبوط على رجله، لا يبقى هو سبب الاهداف. قدم بس في نقطه معلش يا جدع، لو اتفرجت على فرقه البنك الاهلي ده بتلعب في السكس يارد، يعني زي ما حد لا الديفنس كله بيراقبش. يعني انت بص فاروق لما جاب البص يا كابتن، مفيش ده الهدف الثالث انت بتتكلم عليه يا كابتن، اللي هو ده الهدف الثالث ده في السكس يارد، ده في ال 18 يشوط من هنا يا كابتن، ده شغل مين؟ ماشي شغل مدافعين، المفروض يبقى في مدافع. بس لما يعني تيجي انا معلش هتاخد شوبير بالطريقه دي ماشي، ما تعملش معاه بالطريقه دي ماشي اوكي، بس هو بيتعلم ماشي، هو جت كده المفروض في ديفنس بيطلع يعمل الفولو. خلي بالك لما رجعت، انا مش دفاعنا على شوبير على فكره، بس أيوة في نقطه اسمعني. بص دفاع النادي الاهلي اول مره تشوفها، دفاع النادي الاهلي واقف وحش. غلط ماشي، بس اولا الكره سهله وفي المحيط بتاع ايده، تمام. دي رجعها غلط. تاني حاجه انا كجون غلط، هقول لك بس جون غلط. تاني حاجه لا استنى، تاني ماشي. حاجه رامي ربيعه بيطلعها وهيعمل باكورد، هو كان جاي لمسها، هو عايز يصلح غلط. وكمان ماليش دعوه بقى، اللمسه دي هي الجول. خلي بالك وبرده اللي جت في ايده، على فكره جت في ايد رامي ربيعه، يعني كان ممكن تتحسب ضربه جزاء. لكن انا عايز اقول لك يا كابتن، تشكيل والاداء اللي احنا شفناه للنادي الاهلي وعمر كمال عبد الواحد كان بيلعب سيرد باك، انت ظلمته. لكن الاداء بالشكل ده لا حرام. ان احنا مصطفى شوبير عمل ماتشات الفتره اللي فاتت، لكن في نفس الوقت لما بنغلط وبنغلط، لكن خلي بالك يا كابتن، رامي ربيعه مع اكرم مع عمر كمال عبد الواحد مع اكرم توفيق، لا كان في خلل، ما فيش حد بيراقب وما فيش حد بيدافع. تمام. طيب هل بعد كده ممكن الاهلي يتعرض لاي هزائم اخرى كابتن رضا؟ لو بالشكل ده طول ما هيألف هيخسر. لا هتحترم الدوري المصري، لان الفرق الفتره الجايه هتبتدي تتجرأ. تمام.